امتى نلجأ للمشورة؟ هتفيدنا في ايه المشورة دي؟ مين محتاج مشورة ومين اللي مش محتاج للمشورة؟ بلجأ للمشورة لما بكون متضايق، تعبان، حاسس بعدم راحة، دنيتي مش مظبطة، في حاجة غلط، مش عارف اكمل، حاولت كتير وما قدرتش، مش عارف المشكلة فين، او عارف المشكلة فين بس مش عارف حلول ليها، عارف حلول لكن مش عارف اطبقها. بلجأ للمشورة لما بكون محتاج مساندة، لما بكون محتاج حد يفهمني، لما بكون محتاج حد يحس بي. بلجأ للمشورة لما بكون محتار او مش عارف اخد قرار، لما بكون محتاج اتأكد ان انا صح او ان انا ماشي صح، خصوصا لما يكون الناس اللي حواليا كلهم بيقولوا لي انت غلط وانا جوايا حاسس جدا ان انا ماشي صح، فبحتاج حد من برايا يشاور عليا ويقول لي انت صح، او يصححني ويقول لي انت غلط. بس طبعا بلجأ لناس صح، لمكان صح، حد يكون عنده العلم والخبرة والدراسة، حد محايد عشان يقدر يساعدني فعلا ويقدم لي مشورة صحيحة تفيدني. اختصار كل اللي قلناه بشكل علمي مختصر، بلجأ للمشورة لما بكون وصلت لمنطقة عدم الراحة، ومنطقة عدم الراحة هو الوقت اللي أنا بحس فيه إن أنا مش قادر أكمل، هو الوقت اللي أنا بحس فيه إن أنا محتاج جوايا لصور التصحيح كاملة وشاملة لأفكاري أو لمشاعري أو لحياتي. بس خلي بالك، لازم وإنت بتلجأ للمشورة لازم ترفع الراية البيضة، لازم تقول أنا محتاج للمساعدة. بس من فضلك، في ملحوظة مهمة جدا، بلاش تستنى لما تجيب آخرك، بلاش تستنى لما تجيب ما بعد آخرك، بلاش تستنى لما تبقى مكتئب على الاخر وبتفكر كمان في الانتحار او حاولت الانتحار اكتر من مره. ليه ما فكرش من بدري؟ طبعا الشخص اللي يائس من حياته، اللي فقد رجائه، اللي بدا يفكر في الانتحار او حاول الانتحار، طبعا في سكه للتعافي وفي سكه للتخلص من الاكتئاب وفي سكه للخروج من الازمه النفسيه الشديده دي، ولكن بناخد وقت اطول في التعافي وبنمشي مع بعض سكه بتحتاج وقت طويل. مش لازم تستنى لما جسمك هو اللي يبدا يشتكي، عظمك، معدتك، قولونك، ضروسك، شعرك، جلدك، مش لازم تستنى للمرحلة الصعبة دي. ودي الأعراض اللي بنسميها سايكوسوماتيك أو النفس جسمانية أو النفس جسدانية، وده اللي بيحصل لكل واحد فينا لما نكون مش بنعبر بلساننا ومش بنطلع مشاعرنا، يبدأ جسمنا هو اللي يعبر ويبدأ هو اللي يتكلم، وساعتها الدمعة اللي ما قدرتش تنزل من عيني بيبدأ جسمي ينزلها غصب عني. الحكمة فعلا بتقول الوقاية خير من العلاج، علشان كده ياريت يبقى عندنا ثقافة اللجوء للمشورة بشكل مبكر. الاستشارة مش عيب، كل ما بلجأ للمشورة بدري، كل ما ببدأ رحلة النمو النفسي من بدري، كل ما باخد وقت أقل في التعافي، وقت أقل في النمو، وقت أقل للوصول لمنطقة الراحة. كلنا بنحتاج للمساندة، كلنا بنحتاج للمساعدة، عشان كده كل واحد فينا محتاج يسأل ويستشير.